أقامت جامعة الإسراء السبت فعاليات اليوم العلمي الرابع لكلية الصيدلة تحت عنوان نظرة مستقبلية للممارسة الصيدلانية، بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور بسام الكاوي. عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد نداف قال للحقيقة الدولية إن الجامعة تعمل دائما لإقامة مثل هذه اللقاءات العلمية، وهذا اليوم الرابع من اليوم العلمي الذي يقام في كلية الصيدلة، وتحدث عن المحاور الأساسية التي تم تناولها من خلال المحاضرات المخصصة لهذا اليوم. ذهبت جامعة الإسراء على تشجيع هذه اللقاءات العلمية، وكلية الصيدلة يعني هذا اليوم الرابع أو السنة الرابعة من اليوم العلمي للطلبة. طبعا احنا يعني بهمنا بالنسبة للطلبة انه نقدم من المحاورة اللي قدمناها هون او نقدمها اليوم الرعاية الصحية الصيدلانية، كيف الأدوار اللي ممكن يكون فيها الصيدلة في مجال الرعاية الصحية الصيدلانية، وأيضا إيجاد فرص عمل، كيف الصيدلي يجد فرص عمل في المستقبل في الممارسة، لأن هناك آفاق كثيرة ومتميزة للصيادلة. وأيضا من المحاور الأخرى إطلاع الصيدلي على بعض التطبيقات مثل الرعاية الصحية الصيدلانية للجلد للأمراض الجلدية بمختلف أنواعها. الدكتور سلمان أحد المحاضرين والمشاركين في اليوم العلمي أكد على أن الحضور كان متفاعلا مع المحاضرات وقدموا أسئلة حية، ونوه على أهمية هذه اللقاءات بالنسبة للطلبة. حضور ممتاز، تفاعلات حية، تنسيق رائع بصراحة. احنا قدمنا اليوم محاضرة عن الهيلث انفورماتكس للصيادلة، الفارماسي انفورماتكس، كيفية الاي تي مع الفارماسي. بصراحة كان التفاعل ممتاز، الأسئلة كانت حية. طبعا اليوم العلمي اشتمل على معرض علمي فيه كثير من الدراسات الحديثة اللي تم عملها بين الطلبة من الماجستير والبكالوريوس والدكتوراه، كذلك تم مشاركة من بعض الشركات الأدوية الدوائية المشهورة. برنامج بصراحة متنوع، في كثير محاضرات علمية، ومنها كمان يشتمل على بناقش مستقبل الطلبة بالصيدلة، إيش الفرص العمل لديهم، إيش بعض الأمراض الجديدة معالجتها، التعامل مع بعض الأدوية. بصراحة يوم علمي كان كثير أكثر من رائع، مشاركة من جنسيات متعددة، وأنا سعيد جدا بوجودي هون حاليا. وتضمن اليوم فعاليات مختلفة شملت عقد عدد من المحاضرات العلمية يلقيها مختصون في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى معرض علمي متنوع ومعرض للجاليات العربية. خضر ملكاوي، الحقيقة الدولية.